لازم نحط كل حاجة في مكانها الصحيح. لا يصح إطلاقا من البعض القليل جدا جدا من المتابعين إنه ينتقد، أو مش عايز أقول ينتقد لأن الانتقاد ده حق مشروع لكل الناس بصراحة يعني، لكن إن هو يعمل حملة على بعض اللعيبة. وأنا هنا هخص بالذكر، ومش بقول إن ده جمهور الأهلي، لأ، هو ممكن يكون بعض الناس عايزه ايه تقول لك اسباب ان احنا تعادلنا، اصل مش عارف فلان كان وحش، اصل علان كان مش عارف ماله، او كلام من ده. لا، فانا هقول لكم بالاسماء. رقم واحد، انا ملاحظ من امبارح للنهارده، ومش امبارح بس بالمناسبه، حتى في بعض البرامج كده ساعات بسمع وانا جاي في العربيه راديو بسمع، او بشوف في برامج بالليل مثلا في التلفزيون، الواحد بيحب يتابع يعني، فتلاقي واحد يقول لك ايه، يقول لك الشناوي مش في افضل حالته، الشناوي وحش، والحارس الاول دلوقتي في مصر حارس، مثلا سمعت واحد قال لك محمد صبحي، محمد صبحي طبعا حارس فاركو، حارس جامد قوي بصراحه وليه مستقبل كبير، لكن هو الحارس الاول دلوقتي في مصر؟ لا، لكن ليه مستقبل عظيم الولد ده، ربنا يكرمه ويوفقه يا رب ان شاء الله يعني. لكن انا بتكلم على الفتره الحاليه، هل ده كلام منطقي او هل ده كلام صح؟ لا، مش صح. انت عندك الحارس الاول في مصر هو محمد الشناوي، بعديه ابو جبل، بعد كده محمد صبحي، بعد كده حط اللي انت عايزه. لكن الطريقه دي والكلام اللي زي ده بشانه ايه، ان انت بتحاول تهبط وتحاول تاثر بشكل او باخر على الحارس الاول ليك في مصر اللي انت هتعتمد عليه بصفه اساسيه في ماتشين السنغال اللي هيودونا كاس العالم. الناس بتنسى ان المصلحه واحده، احنا عايزين المنتخب يتبسط وكجمهور نتبسط ونفرح ونوصل كاس العالم من خلال ماتشين صعبين جدا مع السنغال. ففي ناس مش مدركه الجزئيه دي. بالمناسبه المنتخب برضه بيتأثر بضغط المباريات الكتير على الأهلي، لأن برضه المنتخب عنده عدد كبير من اللاعبين في النادي الأهلي. فكان من المفترض، ودي جزئية أخرى أنا كنت حابب أتطرق ليها برضه، من المفترض أن يتم مراعاة فارق المباريات ما بين كل مباراة وأخرى بالنسبة للنادي الأهلي عشان مصلحة المنتخب برضه. لو أنت مش عايز تبص لمصلحة الأهلي وحقك، أنت بتبص لمصالح الفرق كلها في الدوري المصري وده الطبيعي، لكن برضه بص لمصلحة المنتخب. فالضغط الكتير ده هيصيب لعيبة الأهلي اللي المنتخب محتاجها. ما بنطالبش حد انه يأجل، بس بنطالب الناس ان هي تراعي فارق الايام ما بين كل مباراه والتانيه. بدليل ايه؟ وانا برضه هرجع للشناوي ولاعب تاني هتكلم عنه، بس بدليل ايه؟ بدليل ان بيراميدز هيلاعبك بعد بكره، بيراميدز عنده يوم زياده راحه لانه لعب يوم الجمعه. تمام؟ فبالتالي عمل استشفاء، جهز نفسه، بقى جاهز 100% لمباراه الاهلي يوم الثلاث. فلازم انت لما تلاقي فرقتين تقال زي دول، لا ادي كل واحد ثلاث ايام وثلاث ايام. أربع أيام وأربع أيام، مفيش مشكلة عشان يبقى في تكافؤ فرص. لكن نرجع للموضوع، هل محمد الشناوي مستواه قل؟ إطلاق، أنا بدافع وخلاص، والله أبدا ما بدافع وخلاص. ده واحد لسه راجع من إصابة بقالها شهر، وإصابة مش سهلة في العضلة الخلفية، فبالتالي مع الوقت بيبتدي يستعيد فورمته، ورغم كده هو أدى مباريات جيدة. ممكن الناس تسأل الشناوي شوية على جون سان داونز، موافق، لكن امبارح لا، الشناوي ما تسالش على ولا جول بصراحه، لا الاول ولا الثاني. فبالتالي الحمله الموجوده على الشناوي المعموله على الشناوي دي ملهاش اي لازمه، والهدف منها ايه؟ انك تاثر على الاهلي، مش انك تساند الشناوي او حتى الاهلي. فالكلام ده يا جماعه غير مطلوب، غير مطلوب مع كامل الاحترام للجميع، لان احنا عايزين نفرح ونبسط بفرقتنا. ففرقتنا دول رجال وفرحونا كتير، وعندهم لسه طموحات كتير ودوافع اكتر، وهيفرحونا اكتر واكتر. فبالتالي احنا دورنا ايه؟ ان احنا نبقى في ظهرهم نساعدهم، مش مطالبين خالص ان هم ايه يفضلوا يلعبوا باداء ممتاز كل الفترات اللي بيمروا بيها. لا، في فترات هتبقى كويس وفترات هتبقى وحش، بس الاهم بصراحه وانا بقول لحضراتكم هي النتيجه رغم كل الظروف، الاهم النتيجه. فالنتيجه